بالتأكيد عياد القاضي، توانتي مهدي، تمرير للكرة ممتازة على الجهة اليمنى، الكرة لمصلحة جوريس راحو، تصويبة الهدف الأول، الخضر يسجلون أول أهداف المباراة. ممتاز الكرة، ممتاز التصويبة، باغتت محمد الدريني، باغتت حارس عرين ليبيا، تصويبة شوف الإعادة، سنشاهد الإعادة، روغ باليمنى وصوب باليسرى وباغت وسجل ببراءة. العلم الوطني هنا حاضر على مدرجات ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز، رائع المهاجم جوريس راحو، مهاجم نادي اولمبيك مارسيليا، تمرير الكره في العمق على الجهه اليمنى، يراوغ، تابع المساحه، يتلاعب بالمدافع، يصوب وفي الزاويه البعيده في بالقائمه الايسر بتصويب رائع جدا. كيف سقط المدافع الليبي وكيف صوب المهاجم الجزائري بقوه، والهدف الاول بطريقه رائعه. انها طريقه اللاعبين الكبار، طريقة